نعتذر على العتب الصغير اللي صار. رجعت معنا الدكتورة، مرحبا من جديد. مرحبا من جديد. نعتذر انا على الـ على الـ على المشكل هذا التقني. فقلنا باش نحكيو ماذا بينا لو كان الامهات خاصه انك العاملين الاولانيين، راه مانيش نحكيو عليه عليكم انتوما، نحكيو عليه من عامين فما فوق، خاطر من الاول بكل صغير في الثلاثه اشهر الاولانيين يبدا ماهوش فرق بين الليل والنهار، بعدها وسنين هاو سخانه هاو فاكسان هاو، فمانيش باش نحكيو على النوريسان، مانيش نحكيو على الرضيع، نحكيو على الطفل من عامين فما فوق. بي عندنا ساعات نتاع نوم نجموا حتى نشوفوهم اللي هما فما صغار مثلا من عامين حتىش الأربعة خمسة سنوات، شرقاه أيوة. الصغير لازم يرقد أكل معناها 12-13 ساعة، مش كيفنا احنا يرقد سبعة وإلا تسعة سوية. فبش تلقاك انت لهنا راهو عنا القيلولة حاجة لازمة بالقدي بالقدي لازمنا نحترمه. معناها انا جوست باش نحل القصين اني راهو لازمنا باش نركحو نوم صغيرنا ويرقد بكري امور منظمة لازم ديجا يبدأ عامل القيلولة متاعو، راهو مش باش نقولو راهو ناقص النوم متاعو طوى يتيح لي يرقد في الليل، لا راهو كان في النهار ما قدلكش بالقدي في الليل ماكش باش تلقاها مريق به. قبل النوم مش هو كان يتفرج في التيلي وإلا هو كان يلعب وأنا باش نجبدو نقولو آيا إجا أرقد توا قبل النوم بساعة، باش نحاولوا صغيراتنا نرقدوهم قبل التسعة متاع الليل، على خاطر النوم ديما كيف ما حكينا قبل على الكبار، والنوم قبل نص الليل حاجة والنوم بعد نص الليل حاجة. بالنسبة للصغيرات مازال الجهاز العصبي قاعد يتكون، مازال الجهاز العصبي في فترة نمو، ماذا بينا بزيد ساعة قبل نص الليل. باش نعملوا احنا باش نجيو 8 هكاك 8 ونص نجيو الضوء نتاع البلاصة اللي احنا فيها نقصوه، يعني هنعملوا فيوز هو كان قاعد في الصالون باش نهزوه احنا للشومبر نتاعو، ما يسالش حتى لو كان صغار بالكدا بالكدا وما يحبش يقعد وحده، ندخل انا معاه نحل الفيوز ديريكت قبل ما يدخل، يركح اموره يحك سنيه ينظف روحه معناها يركح اموره يلبس دبشه، نعملوا ريتوال كامل نتاع رانا احنا باش نروح. وانا راني انا راهو ديما نقول صغير راهو يتعلم بالوذني بالعينين ما يتعلمش بالوذني، انا نبدل زيدا كيفو ننظم اموري ونركح روحي وندخل لك الصغير متاعي ندخله للشامبر متاعه ونقعد معاه، ميسالش نقعد معاه وانا مش على فيوز دونك نقعد انا وياه نحكيو بشويه وصوتنا يبدا ناقص شويه، ما نبداوش نصيحوا بالقوي على خاطر تو سامبلومون الحاجه هذيا تاثر بالكدا بالكدا على نوم الصغار. فنبداو نحكيو بشويه مع صغيرنا، نحكيو له اون كونت ولا هكا ايستواغ، وكل مره ما نكملهاش القصه هذيك اي نقولوا باش نكملوا غدوه باش غدوه كي نبداو يبدا يستنى من 6 يجيك يا ماما خلينا ندخل باش تكمل لي الحكايه. انا بالنسبه لي الوقت نتاع النوم وقت محليه، وحتى كي نكمل له مثلا قصه اليوم نقولوا غدوه باش نحكي لك قصه تاع نفس البطل اما في حكايه اخرى، باش يبدا يستنى وقتاش يرقد. باهي عملنا الريتوال هذايا في نفس الوقت نحاولوا بعد الخمسه صغيراتنا ما ناكلهمش السكر حاجات بالسكر على خاطر تو سامبلومون السكر يعطي انرجي للصغير ما خليهش يرقد بالكدا بالكدا. ماذا بينا لو كان نعاودوا صغيراتنا زاده بكويس حليب دافي قبل ما يرقدوا، ماذا بينا زاده نحاولوا ان نعلموهم بهكا شربه ماء قبل ما يرقدوا، بكلام نقولوه قبل ما يرقدوا، باش هو كي باش يدخل معناها يرقد عنده ريتوال كامل يتعمل، مش هو كان مثلا قدام التيلي وانا باش نهزه يرقد، ماهوش باش يرقد لك بالكل. في نفس الوقت مثلا لو كان عندنا شكون امهات صاروا مش مستانسين بحاجه كيف من هكا، واليوم سمعتنا في كابا فيم وقالت تيان احنا انا باش نولي نعمل حاجه كيف من هكا، وقت اللي صغيري يتنظم نومه هكاك تسعه يرقد مثلا باش قالي انا سته سبعه مثلا باش نقيمه بوندون اون سيمين جمعه كامله هو مريقل اموره مريقله كيف من هكاك، نجي انا نهار السبت مثلا نقول له انت الجمعه اللي فاتت يعطيك الصحه ما قلقنيش في النوم وفي الفيقان بالكل دونك عندك ان بوتي كادو باش نعطيه لك حاجه بسيطه على الاخر، تنجم حتى تعمل كيك وتقول له يجعوني في الكيك وهذاك الكادو نتاعو. فما نقطه
فما نقطة جوست نحب نأكد عليها. هذه ما نعرفش هل مازلت تسمع فيها؟ اي مازلنا معك مازلنا معك. اي فما نقطة اللي هي ديما أمهاتي تشكيو منها، يقولوا لي نهار العطلة صغيري راهو على الصباح يقوم، ما يقومش راهو في العادة. أي أما نهار العطلة يقوم الصباح ولازم يفيق وقتها وما ومن وما نشبعش أنا بالنوم. كي نبداو عندنا عطلة ما نقولوش صغيراتنا اللي احنا عندنا عطلة. نفاجئوهم. على خاطر تسم، اي على خاطر تسم، خاطر تسم لما راهو صغير نهار العطلة راهو باش يفيق لك، خاطر هو عنده لعب ما عندوش قراية نهار. صحيح. دونك راهو باش يقوم لك. دونك نهار اللي أنت عندك عطلة ما تقولوش اللي راهو عنده عطلة. خليه يتفاجئ بك بك الحاجة هذيك. اه باهي 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 برشا المفاجأة هذي. إن شاء الله ديما يتفاجئوا هكا. إن شاء الله يا ربي. ربي يفضلك يا دكتورة على النصائح، شكرا ليك. يعيشك يعيشك. مشكورة جدا مشكورة جدا الدكتورة أخصائية النفسية، مخي في أخصائية التغذية، الأخصائية النفسية هناء الخروبي، قدمت لكم بعض النصائح لصغيراتكم كيفاش تنظموا لهم النوم نتاعهم، كيفاش نبرمجوا صغيراتنا ونعدلوا لهم النوم نتاعهم باش ما يقلقكش أنت زادة من بعد. الحقيقة البلاي ليست شفتها قاعدة تتبدل برشا برشا برات، وأنا نحكي مع الدكتورة كانت هيفا وهبية نحلة لا تقرصيني ولا عايزة عسل منك، من الأقوال هذه راه المأثورة للرائعة هيفا وهبي، ومن بعد بدلت رأيها وقالت لي باش نحط لهم نانسي عجرم شاطر شاطر. فهمت انت علاش شاطر شاطر؟ اللي بيسمع كلمة أهله شو بنقول له شاطر شاطر، واللي يرقد بالكدا وما يتعبش أمه وأبوه يقولوا له شاطر شاطر، ما لا سمعوا على كبا. فهمت انت شفيت يلا.